رايح فين؟ رايح اجيب الديب من ديله واقلق نومه في عز الليل. وإما عرفتش اجيبه هسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل. اتفضل يا باشا. اتفضل خد مكاني. اتفضل يا باشا بيتك ومطرحك. شكرا. احنا المراهنات عندنا بقى حاجة مختلفة خالص. هتتبسط قوي هنا ان شاء الله. انا عاجبني الاجواء قوي يا سيد. ايوه فعلا شهر 4 الجو بيبقى حلو جدا. 4 ايه؟ مش مهم. ها الريموت تمام؟ البطاريات بس فضيت خرجتها وقطعتها رجعت احسن من الاول. قطعتها ليه يا سيد؟ ما جبتش بطاريات جديده ليه؟ عشان الفلوس خلصت. وديت ال 200 جنيه فين؟ اشتريت بيهم منفاخ. ليه اشتريت منفاخ؟ عشان ننفخ الكلبزات. هي الكلبزات دي بتيجي منفوخه يعني بتيجي مفسيه وبننفخها، ولا نستنى بقى نوديها البنزينه وترجع ونوقف الماتش؟ احلى حاجه فيك يا سيد ان انت عامل حساب كل حاجه. احنا مش واقفين على الكورنيش. بطلوا الودوده دي. ها فهمتيها هيعمل ايه؟ حفظته. طب تمام. اي لحظه غباء اعرف ان احنا هندفن في الحلبه دي. ما فيهاش. شايف الناس دول حاطينهم جوه الشريط ده ليه؟ ليه بقى؟ عشان دول اخطر من الاسد. تمام. هتحس في لحظه ان انت غبي، اطلع اقعد في المكتب فوق. لا وسيبني والنبي، انا عايز اتفرج وهركز. يبقى تقف ساكت. ماشي. ايه ده؟ راس الكبيره جاي. ايوه بس هيخش الباب براسه الكبيره ازاي؟ عادي، ما فخر راسه كبيره وبتخش عادي. هروح اقابله. ها عم الدنيا نورت المكان. ازيك يا فخر؟ ازيك يا معلم. جدع جدع انك عرفت تقلب الخرابه دي وتخليها مكان مناسب. لا بس ده النادي بتاعي فعلا. خرابه يعني؟ ليه دي؟ مين دول؟ ده اخويا كده مخه على قده، ودي مراته. طب يبصوا لي كده ليه؟ لا ده غلبان في مخه يا باشا. يلا تايسون تايسون ريتاج عيانين خالص يا باشا. فخر هو ليه الترابيزات ما عليهاش كاجو؟ لا يا باشا عليها اهو. سلامه الشوف. اتفضل يا ريس. دي بطاطس. ما هي بطاطس بطعم الكاجو. لا باش. كله هنا موجود يا باشا والله. اتفضل يا باشا منديل عشان تمسح مناخيرك. امسح مناخيري من ايه؟ ما هي مناخيرك نازله حضرتك دي. ده حلق. هو مش بيتلبس هنا؟ دخل الملاكمين يا فخر. حاضر يا باشا. يلا ماشي. دخلوا الملاكمين. كل دي فلوس يا سيد؟ ما تيجي نراهن على الونش. مش معنى الونش؟ يعني بيقولوا الونش ده اقوى مخلوق على وجه الكره الارضيه. ده بيقول لك بيشيل 10 اضعاف وزنه. مبدئيا ده مش ونش حقيقي، ده بني ادم عادي واسمه ونش. وبعدين الونش اصلا مش مخلوق. بجد؟ الونش مش مخلوق؟ مش مخلوق. بس هو شكله قوي قوي، ما تيجي نراهن عليه. طب وليه نراهن ونخمن بل ما احنا معانا الزفت ده؟ حلو. عرفيني بقى ليه مصرين انت وفخر نجيب الزفت ده في المكان اللي احنا جايينه ده؟ مفيش اي ربط. ايه مفيش؟ احنا هنتفرج على الماتش كله وهنعرف مين اللي هيكسب، بعد كده نرجع بالزمن اللي ورا وهنراهن على اللي هيكسب. فهمت؟ ياه دي لفه بعيده قوي. ياه